مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. اتفاق بين النظام السوري وتنظيم داعش لإجلاء المقاتلين وأسرهم من جنوبي دمشق. صحيفة واشنطن بوست تقول إن زعيم داعش على قيد الحياة ويمضي قدما في مشروع إرهابي خطير. مقاتلات التحالف العربي تشن غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية باقم المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين. ميانمار تأمر روهينغا بمغادرة منطقة حدودية غير مأهولة وتستخدم مكبرات الصوت. استمرار تدفق الدخان الأسود من بركان كيلاويا في ولاية هاواي بعد انفجار حدث في قمة البركان. فوز فيلم كفر نحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بجائزة لجنة التحكيم لمهرجان كان السينمائي.